بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأنا أقول أن رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أليس الله عز وجل هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ أليس الله هو الذي قال غافر الذنب وقابل التوب؟ أليس الله هو الذي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا؟ فلما تقبل على الله في أول رمضان بإخلاص ونية صادقة في التوبة والإنابة يرحمك الله عز وجل. ولما يعلم الله عز وجل ندمك وإخلاصك في الإقبال عليه يغفر لك. فلما يغفر لك اعلم أنه قد كتبك من عتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واجعل رمضان كله من أوله إلى آخره رحمة ومغفرة وعتق من النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الخلق والرب، على حبيب الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.